السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل تورتايه بسيطه خالص تقدري تعمليها في البيت، تنفع لاعياد الميلاد. هنا اول حاجه انا عملت الاسبونش، انا عاملاه معاكم قبل كده كتير. بهنا عملت ديسكين من الاسبونش الفانيليا وديسكين من الاسبونش الكاكاو. الديسك الواحد بيبقى 300 جرام من دي الاسبونش الجاهز، وثلاث بيضات وربع كوبايه ميه، وبنحطه في صاج 30 في 40. بس كده انا عملته اختصارا عشان الفيديو ما يطولش معانا. ودلوقتي انا هعمل الشوكولاته اللي هنجلس بيها الكيك الشوكولاته. حطيت كوبايه كريم جونتي خام وعليهم كوبايه ونص من الميه، وهدوبهم كويس كده زي ما انتم شايفين، وحطيتهم على النار يغلوا كده، يعني سخنت خالص عشان اقدر اسيح فيها الشوكولاته. وحطيت فيهم 300 جرام من الشوكولاته. هنا انا استخدمت شوكولاته دريم، فحطيت باكت ونص من الشوكولاته دريم. الباكت بيبقى 200 جرام، باكت ونص هيبقى 300 جرام. وهنا بعد ما الشوكولاتة ساحت خالص كده زي ما انتم شايفين، هصفيها كويس عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات. وخلاص كده بعد ما صفيتها زي ما انتم شايفين، هدخلها الفريزر عشان تتماسك معايا واقدر اشتغل بيها. وهنا هعمل برضو الشوكولاتة، هعملها اسيحها على حمام مائي علشان اعمل منها الاشكال اللي هزين بيها التورتة. حطيت برضو باكت من شوكولاتة دريم وسيحته كده على حمام مائي زي ما انتم شايفين. وحطيت في صينية ورقة زبدة، والورقة الزبدة دي دهنها زيت، وهفرد عليها الشوكولاتة كده كويس وبسرعة عشان الشوكولاتة ما تجمدش معاكي. وحاول اسويها كلها، خليها كلها مقاس واحد. خلاص كده بالشكل ده، وهخبطها بس كده خبطتين علشان الوش بتاعها يبقى كله متساوي زي ما انتم شايفين كده. يعني بصوا، مجرد ما خبطتها كده خبطتين خلاص الوش بتاعها بقى متساوي. وهجيب بقى اي قطاعات عندي هحطها علشان تعمل معايا اشكال، بس اتاكد ان القطاعه خلاص كده غرزه في الشوكولاته علشان تطلع معايا قطع متماسكه. والشوكولاتة دي برضو هحطها في الفريزر علشان تتماسك معايا وتطلع لي الاشكال، تبقى متماسكة معايا اقدر ازين بيها كده بالشكل ده. هدخلها على طول في الفريزر، وهعمل الكريم جونتي علشان التورتة الفانيليا. هنا معايا ربع كيلو من الكريم جونتي الخام، وهحط عليه 750 جرام من الماء المثلج، وهضربهم كويس قوي لحد ما يديني القوام اللي هتشوفوه دلوقتي معانا. وهنا نسيت انا احط السكر، فهحط السكر، هحط كوبايه من السكر. والسكر ده على حسب ما انت عايزه، يعني ممكن تحطي اقل من كوبايه او اكتر من كوبايه، ده يرجع لك انت وحسب التذوق عندك. زي ما انتم شايفين كده، والكريم جونتي لازم يكون نوع كويس عشان يديك النتيجه اللي معايا دي. زي ما انتم شايفين كده قوامه حلو قوي. وهدخله التلاجة، مش الفريزر، التلاجة بس من تحت. وهحضر بقى الكيك، هعمل كل طبقه من الكيك، يعني هعمل ثلاث طبقات من كيك الفانيليا وثلاث طبقات من كيك الشوكولاته. فانا قطعت كده الكيك زي ما انتم شايفين، وهقطع الكيك الشوكولاته برضو زيها، بس هحاول اخلي الاثنين بسوا بعض عشان يديني كده الاثنين يبقوا نفس المقاس، يعني الفانيليا تبقى مقاس الشوكولاته، الاثنين يبقوا قد بعض. وهنا هحاول اجمع ثلاث طبقات من الاسبونج الفانيليا زي ما انتم شايفين، حتى لو في فرق بسيط عادي هكمله كله، يعني بيتماسك مع بعضه بالكريمه، فما تقلقيش خالص، في الاخر كله هيبقى قطعه واحده. كده عملت ثلاث طبقات فانيليا، وهعمل زيهم ثلاث طبقات من سبونج الشوكولاته. وكده جمعتهم كلهم زي ما انتم شايفين. دلوقتي هقطع الاحرف بتاعتهم علشان يبقى شكلهم متساوي من بره خالص، علشان يبقى سهل معاكي في تجليس الكريمه.
اهو زي ما انت شايفين هقطع الاربع اجناب من الكيك، وكل بواقي الكيك اللي بتطلع دي انا هستعملها في حاجات تانية، ممكن اعملها كيك بوبس، ممكن تعمليها اي حاجة، انا حطيتها في الفريزر وابقى اعملها في اي وقت تاني، اي حاجة حلوة تبقى سهلة وسريعة معايا بسرعة. وهنا معايا الكريمة زي ما انتوا شايفين اتماسكت خالص الشوكولاتة اللي احنا كنا عاملينها، اخدت شوية صغيرين كده في طبق علشان ازين بيهم التورتة من فوق، والباقي هضربهم بالمضرب كده زي ما انتوا شايفين لحد ما تدينا قوام تقيل نقدر نجلس بيه الكريم، نقدر نجلس بيه التورتاية. وكده ضربتها لحد ما بقت بالشكل ده والقوام ده زي ما انتوا شايفين. بجد الشوكولاتة دي طعمها حلو جدا، جربوها هتعجبكم قوي. وهنا هقطع المانجا عشان هعمل الحشوة بتاعة الاسبونج الفانيليا بالمانجا. هي تقطيعة عادية خالص لانها من جوه فمش هبان. وهنا اخدت طبقة طبقة من الاسبونج الفانيليا وحطيت عليها الكريمة كده بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين، وهحط طبقات من المانجا. او كده زي ما انت شايفه الطبقات الاسبونج ما بتبانش خالص فيها اي اختلاف مع الكريمه. وانا بحط الكريمه كده بالكيس الحلواني بيبقى اسهل لي من ان انت تحطيها وتقعدي تفردي فيها، لا كده بتبقى اسهل بكتير وبتبقى كلها سوا واحد. احط برضو طبقه من المانجا، ودي اخر طبقة من الاسبونج الفانيليا. احط طبق الكريم بقى من فوق كده حلوة كتيرة علشان تعرفي تجلسيها تبقى سهلة معاكي في التجليس.